نتكلم عن المال. المال أكبر فتنة، المال والنساء. المال فتنة عظيمة، الإنسان يوم يكثر ماله تحصى ما يتصدق ما يطلع. يعني الناس لو تزكي بهذه الأموال، يعني كم من الفقارة المساكين، الناس اللي غرقت في كورونا، يعني كم إنسان بينجى من هذه الأمور، من السجون ومن إلقاء القبض. يعني آلاف مئات الاتصالات ينيني، أنا ما بتكلم من شيء إلا من شيء واقع، اتصالات يعني بالمئات بالآلاف، ما يسكت تليفون ذاك مال الإعلانات. سبب إيش هذه؟ سبب يعني ما يطلعون فرض فرضه الله عليك، زكاة ليش ما تطلع، صدقة ليش ما تطلع صدقة، على هذه عليه 800 وهذه عليه 1000 وهذه عليه يعني مبالغ بسيطة، تصدقوا يا أخي. ما أعرف يعني سبحان الله، ناس تراها في سجون، أنا أولى أشوف في أولى حتى عن بناء المساجد. مسجد قال لك بيبنون ب10,000 والله بالساس بيحفرون، خلاص تعال تصدقوا وتعال تصدقوا وتعال تصدقوا. هي وزارة الأوقاف، ليش تعطونهم يعني تسمحوا لهم وتعرفون ان هذيلا ما عندهم مبالغ؟ مسجد هني ومسجد هنيها ومسجد هناكها وهناكها، مساجد يعني قرية كبيرة بتحصل فيها 5 مساجد، والناس يوعانه ما لاجي تاكل، ناس يوعانه، ناس في السجون، ناس يعني اتصال تليفون يعني ما يسكت. هذي من هيش ماشي، ما محصلين سيولة، السيولة كلها تروح في الأمور هذه. الناس ما تتصدق، إذا تصدقت تعال تصدقوا وتعال تصدقوا، حال جمعية، الجمعية يشوفون الأولى، حال الأمور الثانية. أنا ما بتكلم في أمور إن الله وايد ناس مطالبين، تراهم عليهم إلقاء القبض، يداورون مساكين عليهم إلقاء القبض، عليهم إلقاء القبض، يداورون هني وهني عشان يبون يعني ملجأ، ما محصلين. يتمسكون في من ذيلا، يتمسكون في من، يكلمون من مساكين. كم من الناس الحين 400 وكم بعد مسرحين عن العمل ذيلا توهم قبل شوية الحين جايتني، ومن غير اللي مسرحين قبل. هل هالله في الناس، هل هالله في الناس المساكين ذيلا، هل هالله فيهم؟ والله هل هالله بيرحمكم الله. أي واحد عنده صدقة يمشي ويبحث ويشوف، أنا أقول يشوف الإنسان المسكين ويعطيه، ما يمشي يورهي في جمعية والله شيء وبس وخلاص. مش تشوف روحك وساعدهم، روحك روح المحاكم، تشوف كم من الناس اللي بتطلعهم بسبب هذه الصدقة أو هذه الزكاة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.